التشتت أمر طبيعي أستاذ كريم. ليش تشتت أمر طبيعي؟ أولا التشرين هي تتألف من جموع تقودهم القناعة وليست ولا تقودهم الطاعة، وباحترامي لكل من يدين بالطاعة، لمن يعتقد، لمن هذا الشيء خاص به، لكن تشرين بصورة عامة هي مؤلفة من شباب يفضلون التفكير والخيار الحر على خيار أي خيار آخر، ولذلك فمن الصعب بلوغ رؤية توحد الجميع في ظل عدم وجود قناعة بصياغة هذه الرؤية. لذلك أنا طالبت بمنشور اليوم أن تنتبه قوى تشرين لمخاطر عدم الوصول إلى رؤية توحدهم للموقف من الانتخابات. هل يشاركون؟ عليهم أن يعلنوا بوثيقة موحدة. هل لا يشاركون؟ أيضا عليهم أن يوحدوا، ولكل خيار أن يبينوا أسبابه للناس. طبعا أنا أتفق معك بوجود هذا التشتت، ولكن هذا لا يعني مثلبة كبيرة على التشرينين، لأن التشرينين هم تقودهم القناعة ويقودهم التفكير. علينا أن نحذر التشرينين، نعم نحذرهم من أن الاستمرار ب يعني تفريع الخيارات سيجهض على تشرين ويجهض على التضحيات اللي حصلت في تشرين. عليهم الإسراع بأسرع وقت ممكن إلى أن يوحدوا الموقف، ولا أقول يوحدوا الاسم الذي ينضون تحته، مثلا يشكلون حزب واحد. هاي الآن يعني مطالب بحاجة إلى وقت طويل حتى صحيح. ممكن يجمعون في حزب أو يجمعون في حركة احتجاجية لمن لا يريد أن يشكل حزب، ولكن الآن في الأقل أن يجتمعوا على رؤية واحدة يوقعون عليها وتصدر إلى العراقيين ليكون هذا موقفهم.